مش هنزله غير لما تقول لي اوعي. حرام عليك، هيموت. رامي رامي الحقيقي الحقيقي، قولي فيني تعب. فوق فوق فوق. عايزه تقيم اللي حصل حالا. في واحد دخل الفيلا وهو اللي قطع نور وهو اللي ضرب بيتر. ده اكيد ليل. بليز ستي ات يور روم تيل وي كاتش هيم. والله خساره فيكوا الفلوس، خساره فيكوا الفلوس. بقالكوا ساعة بتدوروا عليه وبرضه مش لاقيينه؟ غباوة. أنا مشغلة عندي ناس أخبية، أنا مش عارفة بشغلهم ليه أساسا. برضه عرفت تفاجئني، مع إني متأكدة إنك كان. فين إنجي وفريدة؟ طيب ممكن نكمل كلامنا في النور عشان عيني وجعتني من الضلمة؟ لو قتلتني عمرك ما هتشوفهم تاني. انا مش ضامن انهم عايشين، وانا مش غبيه عشان اضيع الكارت الوحيد اللي يضمن حياتي. كويس ان انت فاهمه الكلام ده. حط عليهم بقى ان الحكايه مش هتخلص الا برجوعهم، سواء كنت عايشه او ميته متفرقش. ساعات بيكون في حلول كتير قوي احنا مش واخدين بالنا منها. ممكن بقى نطلع نكمل كلامنا بره ونقول لهم يرجعوا النور. ايوه امشوا انتوا دلوقتي. النمرود ده مجرد كارت محروق بفتح بيه اللعبه معاك. بس انا بطلت لعب خلاص، ومراتي وبنتي بره اي لعب. خروجك من اللعبة هو اللي دخله مش أنا. أنت عايزة إيه بالظبط؟ عايزة خدمة صغيرة من خدماتك العظيمة. ودين، دين عليك لازم تدفعه. فاكر؟